السلام عليكم خوتي، تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، بلا ما ننسى قوتنا اللي في الغربة. بعد ما كثر الكلام على الجوهرة الجزائرية إسماعيل بن ناصر في كل الصحافة الأوروبية، أصبح الرقم واحد في سوق الانتقالات خاصة في إيطاليا. الرقم واحد اللاعب المطلوب رقم واحد في إيطاليا هو إسماعيل بن ناصر، بدون مجاملة حقيقة اللاعب رقم واحد في كل وسائل الإعلام الأوروبية خاصة في إيطاليا. اللاعب الوحيد اللي في الدوري الإيطالي اللي كثر عليه الكلام هو إسماعيل بن ناصر، الجوهرة الجزائرية. اللاعب هذا اللي تكلموا عليه الصحافة الإسبانية أنه عرض من ريال مدريد، وأنه اللاعب يتابع، عفوا، أنه إدارة نادي ريال مدريد تتابع في اللاعب. أيضا مانشستر سيتي بطلب من غوارديولا في إنجلترا. أيضا باريس سان جيرمان اللي قدم عرض أول ب 20، بعدها ب 30، ووصل الآن العرض نتاع ليوناردو ب 40 مليون اورو. وايضا متابعة ايضا من ناصر خليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان بطلب منه وبإعجاب من باللاعب. بالصدفة نطالعوا وجدنا في خبر في سكاي سبور الإيطالية، القنوات الإيطالية سكاي سبور معروفة في إيطاليا اللي عندها مصداقية ومعروفة، وليست مواقع إخبارية بل هي قنوات سكاي الرياضية، سكاي سبور الإيطالية بطبيعة الحال. احنا ترجمنا للخبر باللغة الإيطالية، قلبناه بالفرنسية. هنا وش يقولوا في سكاي سبور الإيطالية؟ أنه بن ناصر ني با ترانسفيرابل، لا كلوز اي فالابل ديبوي 2021. وش معناها؟ معناها بن ناصر ما يقدرش يتم التحويل تاعو، والتسريح نتاعو يكون فالابل، يعني يكون رسمي في 2021. يعني شرط فسخ العقد نتاعو ولا التسريح نتاعو يكون في 2021، ما يقدرش يسرحوه قبل 2021. لاكتواليتي دو مارشي دو ترانسفير. اذا امور واضحه. هنا الموقع، عفوا، قنوات سكاي سبورت تكلمت على روزونيري فريق الميلان، انه لانتيري مانيفيستي بار لو ريال مدريد، يعني اللي اهتمام من قبل ريال مدريد باللاعب الجزائري، وخاصه الصحافه الاسبانيه اللي ذكرت هذا الكلام. لكن الكونترا هي اللي مشكله، الكونترا تاع اسماعيل بن ناصر كما هنا يقولوا ابارتير دو 2021، لا كلوز، ها لا كلوز نو سوري فالابل كو ابارتير دو 2020، يعني لا كلوز نتاعو، يعني التسريح نتاعو ما يكونش فعال الا، وما يكونش عنده فعال يعني الا بحلول سنة 2021. يعني بن ناصر لن يباع لاي فريق حسب سكاي سبور ذات المصداقية الكبيرة. قنوات معروفة، قناة سكاي سبور معروفة، يعني ما هيش قال موقع اخباري، ولا قناة معروفة عالمية وليست فقط محلية ولا أوروبية ولا عالمية. إنه خبر رسمي إنه لاعب الدولي الجزائري اللي عنده اهتمام من قبل ريال مدريد ولا من باريس سان جيرمان ولا من مان سيتي، لن يستطيع اللاعب أن يغادر النادي قبل سنة 2021. نعاودو، قبل سنة 2021. يعني إسماعيل بن ناصر لو حتى يفوق الشرط الجزائي اللي هو 50 مليون أورو، لو كان حتى يفوت يلحق 60 مليون أورو، لن يتم تسريحه، لأنه كاين بند في العقد نتاعو، نص في العقد يقول باللي اللاعب الميلون أسي إلا بعد 2021. ها أبارتير دو 2020، يعني مع 2021، ليس بعد، عفوا، يعني مع 2021، يعني قبل 2021 ما يقدرش يغادر ميلون اسي. هذا حسب الصحافة الإيطالية، ومش أي صحافة، يعني القناة الإيطالية الشهيرة سكاي سبور. يعني اللاعب الجزائري لن يغادر ميلون اسي إلا عند دخول سنة 2021، يعني في الميركاتو الشتوي القادم يقدر إسماعيل بن ناصر أنه يغادر ولا يسرح من قبل من نادي ميلو اسي الى فرق اخرى، سواء باريس سان جيرمان او مانشستر سيتي او ريال مدريد او غيره.
إذا العقد هذا إلى عاد حقيقة، يعني كلام سكاي سبور اللي عنده مصداقية كبيرة، راح يكمل إسماعيل بن ناصر إلى غاية 2021، راح يكمل الموسم هذا ويكمل الموسم، يكمل المقابلات المتبقية تاع كورونا، ويكمل أيضا إلى غاية 2021، يعني حتى الموسم القادم. وهذا الخبر اللي أكدته سابقا تكلمنا عليه، انه الصحافي الايطالي الشهير اللي تكلم الموقع لودي سبور، انه اسماعيل بن ناصر، لاداره ميلان لن تبيع اسماعيل بن ناصر رسميا، لن يتم بيع اسماعيل بن ناصر، بل هو باقي في الروزونيري، باقي في الميلان. واليوم وتاكدنا، زدنا تاكدنا الخبر من قبل سكاي سبور، انه العقد تسريح اللاعب لن يكون الا ابتداء من 2021، يعني 2020 لن يباع، ميركاتو صيفي ولا مش ميركاتو صيفي، هذه حسب سكاي سبور الإيطالية ذائعة الصيت المعروفة، اش قناة الشهيرة المعروفة. نتمنى كل التوفيق لإسماعيل بن ناصر، حظ موفق في المشوار تاعو الرياضي، نتمنى له التألق في الميلان، ولما لا يروح لفريق كبير. الميلان أيضا فريق كبير، لا مستهزئوش بالميلان، لكن ايضا اسماعيل بن ناصر يستاهل فريق كبير ايضا. في الاخير خاوتي، ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.